وآخره آخر وقت الظهر. إذا صار ظل كل شيء مثله، إيه ظل كل شيء دي؟ راحوا عملوا عمود كده اهو، عصاي غرسوها في الأرض، الشمس وهي طالعة من الشرق، الظل بتاع القائم ده أو العمود أو العصاية فين؟ في الغرب. الشمس جاية من هنا يبقى هتعمل الظل الناحية التانية في الغرب. فلقيناه علشان الشمس لسه طالعة طويل قوي، ظل الحاجة دي طويل خالص، وكل ما الشمس تطلع كل ما هو ينقص 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 ينقص. وبعدين لقينا الشمس وهي في 90 حتة صغيرة كده ظلاية للعمود للعصاية، فالعرب سمت الحتة دي الفيء، سمتها ايه؟ الفيء. يعني ايه الفيء؟ يعني فاء اليه الظل، يعني رجع اليه، يعني اقل حاجة، يعني مش هيقل عن كده. العصاية واقفة مغروسة في الارض، وده حتة ايه ظل كده اسمه الايه؟ الفيء. راحوا عاملين علامة على الارض على الفيء دي، قالوا ادي علامة، يبقى من المسافة من الخط ده الى العصاية اسمه ايه؟ الفيء، وهو ظل خارج عن الحساب، ظل لن يقل ابدا بعد ذلك. هو ده الفيء، هو ده العصايه دي طولها متر، والفيء طوله 30 سنتي، وعملنا خط، الخط لقيناه بينه وبين العصاية 30 سنتي. في استنينا بقى بعد الفيء ده 2 متر، يبقى ظل كل شيء مثله بعد الفيء، مش مطلقا ده بعد الفيء. واستنينا ادي 30 سنتي، وادي الشمس وهي نازله الناحيه الثانيه اتغير الظل بتاعها، عملت 30 سنتي هنا وقست متر وعملت خط تاني. فضل الظل يزيد 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 لغايه ما جه عند المتر اللي بعد 30 سنتي. فلما عمل كده بقى بينه وبين العصايه كام؟ 130، عباره عن في 30 سنتي ومتر قد العصايه، سهله خالص. طيب بقت 130. اول ما الشيخ عبد السلام شاف الظل 130 راح مشغل الميكروفون ومؤذن العصر. نهايته شوف بيقول ايه هنا، بيقول وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله، بعد ظل الزوال سمى الفيء ايه؟ ظل الزوال. مثله بعد ظل الزوال، يعني مش متر، 130.
المتر اللي هو قد العمود اللي أنا نصبه، والتلاتين اللي هي ظل الزوال اللي هي الفي. بعد ظل الزوال مفهومة. أول الشيخ عبد السلام ده هو ما لقى الحكاية 130 راح جاري على الميكروفون، الله أكبر الله أكبر بالشكل ده. ألا بتأذن ليه دلوقتي الشيخ عبد السلام؟ ما يقول لي ما خلاص صار مثله. طب كويس.